تحاليل الحموض والقواعد القوية. بلشنا في الدرس الثاني. محلول معناها ذائب في الماء، يعني لما الحمض أو القاعدة يتأينوا أو يذوبوا في الماء. والحموض والقواعد القوية هي نفسها اللي أخذناها بالدرس الأول. المحلول مثل لما ال HCl يذوب في الماء يعمل H زائد Cl. طب بالأصل المية نفسها لما تتأين أو لما تتأين مع نفسها يعني بدها تعمل أيونات. كيف يعني بدها تعمل أيونات؟ خلينا ناخذ مثال، هو المثال الوحيد يعني. ماء زائد ماء مع بعض شو اللي بيصير؟ حكينا حسب برونز تلوري واحد منهم حمض وواحد قاعدة، فإحنا نحط أي واحد منهم. خلينا نحكي هذا حمض قاعدة، وحكينا إنه الحمض بيعطي مانح هيدروجين للقاعدة. الحمض اللي أعطى راحت منه H صار أيون الهيدروكسيد، شايفين؟ صار أيون. زائد ال H2O أخذت H صارت أيون الهيدرونيوم، هي كمان أيون. هدول اسمهم أيونات، أيونات إلهم شحنات سالبة وموجبة. عشان هيك لما يصير في تأيون بالماء إحنا بنحكي صار عندي أيونات، يعني ما بصير يعني هذه توصل الشحنات الكهربائية، ما بصير نمسك الكهرباء وإيدينا عليها مي بسبب التأيون الذاتي للماء اللي هو هذا. التأيون الذاتي للماء بيحتاج جزيئين من الماء بس، تذكروا، واحد بتصرف كحمض الثاني بتصرف كقاعدة. لو إحنا كتبنا معادلة التأيون رح نكتب K تساوي اللي هي ثابت الاتزان تراكيز النواتج على تراكيز المتفاعلات. التركيز بنحطها هيك بمربع، هاي النواتج OH ضرب الهيدرونيوم H3O تقسيم تركيز المتفاعلات اللي هي تنتين من المي طلعوا H2O لقوة تنين، لأنه H2O ضرب H2O. اعتبروا إنه تركيز الماء كتير قليل قليل بالنسبة لتركيز الأيونات لإلها فلغيناها، وبدل ما نسميها KC سموها KW، يعني ثابت التأين للماء. هذا هو ثابت التأين. ووجدوا إنه ثابت التأين اللي هو KW له قيمة، القيمة هاي 10 قوة سالب 14، هاي القيمة لازم نضل دايما متذكرينها. طب لسه ما خلصنا. هاي القيمة بتدل إنه إحنا في عنا تركيز أو تركيز الحمض وتركيز القاعدة. لو كان هلا الفكرة كيف إحنا هاي بدنا نحسبها الـ KW، لو كان المحلول اللي فيه حمض أو قاعدة، مو شرط يكون مي، أي محلول حطينا فيه حمض أو قاعدة، لو كان متعادل معناها التركيز، شوفوا الحمض يعني الـ H أو الـ H3O والقاعدة الهيدروكسيد، لو كان متعادل بيكون التركيز لكل واحد 10 قوة سالب 7، لأنه التنين مع بعض 10 قوة سالب 14. طب لو كان حمضي المحلول اللي عندي فبده يكون تركيز الحمض أكتر من تركيز القاعدة، فبده يكون تركيز الحمض أكبر من 10 قوة سالب 7 وتركيز القاعدة أقل من 10 قوة سالب 7. طب لو كان المحلول قاعدي معناها القاعدة أكتر، فالـ OH الهيدروكسيد حتكون تركيزها أكبر من 10 قوة سالب 7، والحمض حيكون تركيزه أقل من 10 قوة سالب 7. يعني هاي افهموها ما تحفظوها، فهم تزبط معكم. طب رح ناخد مثال من أمثلة الكتاب عندكم. احسب تركيز الـ H3O. لما احنا نحكي احسب تركيز الـ H3O يعني احسب تركيز الحمض.
ممكن احكي H3O اللي هو الهيدروني، ممكن احكي H. في محلول فيه ايونات ال OH سالبة تركيزها قديش؟ 10 قوة سالب 3. بدي انا تركيز ال H3O. احنا بنعرف انه KW تساوي تركيز ال OH ضرب تركيز الحمض. ال KW هي 10 قوة سالب 14 تساوي ال OH 10 قوة سالب 3 وتركيز الحمض ما بنعرفه H3O. شايفين ما ابسطها؟ قسمت 10 قوة سالب 3 للطرفين بتصير 14 ناقص 3 10 قوة سالب 11. هذا هو تركيز الحمض. فإحنا بهاي الطريقة بنستعمل هاي المعادلة. طيب بالنسبة لحمض يكون ذائب في الماء، مثال لو أنا حكيت لكم بدي إياكم تحسبوا لي تركيز ال H3O وتركيز كمان ال OH سالبة إذا كان عندنا محلول ال HBr وتركيزه هذا ال HBr 10 قوة سالب 3 مولاريتي أو مولر. أول إشي بدكم تعملوا تحكوا HBr هو حمض القاعدة، إحنا متذكرين وحافظين إنه ال HBr اللي هو بروميك أسيد أو حمض البروميك هو حمض قوي، طبعا هو حمض، يعني أنا بعبر عنه بشو؟ ب H3O. إذن تركيز ال H3O هي نفسها تركيز هذا الحمض، فال H3O خلص هينا عرفناه هي نفسها 10 قوة سالب 3. خلصنا، ضلت ال OH، إحنا بنعرف على حسب ال KW تركيز الحمض في تركيز القاعدة 10 قوة سالب 14 تساوي الحمض 10 قوة سالب 3 بتركيز القاعدة OH على 10 قوة سالب 3 على 10 قوة سالب 3. هيك خلصنا 10 قوة سالب 11 هي تركيز ال OH. ونفس الاشي لو انا اعطيتكم قاعدة قوية هي نفسها تكون تركيز ال OH. عشان هيك هذا الدرس احنا عم نحكي محاليل وقواعد قوية. انتبهوا انا بحكي عن القواعد والحمود القوية. ناخذ كمان مثال من الكتاب. احسب تركيز ال OH كمان تركيز ال H3O في محلول هيدروكسيد الليثيوم. تيجي بتكتب هيدروكسيد الليثيوم يعني LiOH، واذا كان هذا تركيزه 5 ضرب 10 قوة سالب 4 مولر ال IOH. اول شيء بتعملوه هذا حمض القاعدة، هذا قاعدة، اذا تركيزه هو نفسه تركيز ال OH، يعني ال OH هو هذا الرقم. بضل ال H3O 10 قوة سالب 14 تساوي الحمض H3O اللي احنا ما بنعرفه ضرب 5 ضرب 10 قوة سالب 4 بقسم الطرفين على 5 ضرب 10 قوة سالب 4 بيطلع الجواب هذا، بيطلع 2 ضرب 10 قوة سالب 11. هذه كل الفكرة. هلا الجزء الثاني من هذا الدرس الرقم الهيدروجيني pH والرقم الهيدروكسيلي pOH. P من كلمة power يعني قوة، يعني قوة تركيز الهيدروجين. شو يعني هيدروجين؟ يعني حمض. إذا قوة تركيز الحمض يعني مقياس لقوة تركيز الحمض هاي ال pH. نيجي ل pOH. P يعني power قوة، مقياس، مقياس لقوة القاعدة لأنه OH معناها قاعدة. pH في إله زي عداد، وهذا أكيد كلكم لازم تكونوا عارفينه. هذا العداد بيبدأ من 0 ل 14. أنا بحكي عن pH اللي هو الأساس مش pOH. الأساس هو مقدار الحموضة، مقياس الحموضة. كل ما كان الرقم أقرب للصفر
يعني حمضي أقوى، كل ما كان أقرب لي رقم 14 يعني قاعدي أقوى. لما يكون بالنص 7 يعني متعادل. إيش يعني متعادل؟ يعني تركيز الـ H وتركيز الـ OH نفس الشيء. هلأ راح أكتب لكم كل الـ راح أكتب لكم كل القوانين المتعلقة بهذا الدرس عشان هي الأساس، بعدين راح نحل على هواها. pH هذا أول قانون وأهم واحد. pH مقياس الحموضة، P بالرياضيات معناها سالب log، يعني سالب log ال H تركيز الحمض. في التركيز إحنا بنحب نحطه ب زي مربع، بتقدر تحطه H هيك أو H3O، ما هي نفسها، يعني سالب log تركيز الحمض هاي pH. طب لو أنا حكيت لكم أعطوني ال pOH مقياس قديش هي قاعدية، نفس الإشي P معناها سالب log تركيز القاعدة OH. طيب حكينا إنه بهذا المقياس كلياته 14، يعني pH زائد pOH تساوي 14. طيب شو كمان في عنا قوانين ممكن نستعملها؟ لو أنا طلبت منكم تركيز ال H3O، يعني أنا طلبت منكم تركيز الحمض هاي ال H3O اللي هو هذا، فشو عكس اللوك؟ عكس اللوك بالرياضيات 10 قوة سالب. فبدل ما هو pH تساوي سالب log التركيز الحمض، عكسها تركيز الحمض 10 قوة سالب ال pH. نفس الشيء لو طلبت منكم قديش تركيز القاعدة، هي عكس المعادلة الأولى، يعني 10 قوة سالب ال pOH. طب شو العلاقة بين تركيز الحمض ال H3O وتركيز القاعدة؟ هلأ حكينا عنها، حكينا عنها بالدرس اللي قبله، اللي هي نفسها KW، يعني 10 قوة سالب 14 لما نضربهم في بعض، هي هاي نفسها KW. هاي هي كل القوانين، يعني إذا بتلاحظوا كل قانون أنا كتبت عكسه جنبه. فالفكرة بس إنه إحنا نقرأ السؤال ونحل على هوا، يعني نشوف شو مطلوب منا ونشوف الرولز اللي عندنا هون وبس فقط. يعني خلينا ناخذ مثال من أمثلة كتابكم على الأسئلة. احسب الرقم الهيدروجيني، يعني شو يعني رقم هيدروجيني؟ يعني pH. pH مش معروفة. لحمض البيروكلوريك HClO4، طبعا هذا حمض قوي، تركيزه كم؟ تركيزه 0.04 مولر. هاي تركيزه، بدي أنا أحسب الـ pH. فباجي أنا اللي بدي أحسبهم، أنا بدي أحسب الـ pH، يعني راح أستعمل واحد من هاي القوانين اللي على اليسار، اللي على يساركم. فالـ pH هو أول واحد، يعني pH تساوي سالب log تركيز الحمض وتساوي سالب لوك تركيز ال H3O، هو نفسه تركيز الحمض القوي لأنه قوي، 0.04، وبتطلعوها من الكالكوليتر. هلأ معكم خيارين، يا إما تطلعوها من الكالكوليتر هيك على السريع، أو إذا ما كانت مسموحة تحطوا سالب لوك. هلأ 0.04 شو هي؟ هي 4 ضرب 10 قوة سالب 2، يعني سالب لوك الأربعة وعندكم وعندكم لوك العشرة قوة سالب لوك العشرة قوة سالب 2. فطبعا واحد منهم بيكون موجود بالسؤال اللي هو لوك الأربعة. حكينا أو حسب السؤال إنه لوك الأربعة بالسؤال عنا إياها 0.6، فهي حتكون هذه
0.6 ولوج 10 قوة سالب، هدول عكس بعض، فالتنين بتنزل لتحت فبتصير 2 ناقص 0.6، بطلع الجواب 1.4. هذا هو البي اتش. هل هو منطقي؟ قريب للواحد، يعني حمض قوي، واحنا بنعرف انه هذا حمض قوي، فطبعا منطقي. سؤال ثاني، آخر سؤال في الكتاب، احسب pH pOH. خلينا نحل أول إشي. أول واحد، محلول تركيز ال H3O يعني تركيز الحمض فيه 10 قوة سالب 5، فشو هي ال pH وشو هي ال pOH؟ pH تساوي سالب log تركيز ال H يعني 10 قوة سالب 5 يعني 5، وال pOH إحنا حكينا إنه pH زائد pOH تساوي 14. ال pH 5 زائد ال pOH تساوي 14، يعني 14 ناقص 5، ال pOH حيطلع عنا 9. نفس الاشي هون، محلول تركيز ايونات ال OH 10 قوة سالب 14، هيها ال OH 10 قوة سالب 14 بطلع منها pOH. pOH نيجاتيف لوك العشرة قوة سالب أربعة مو سالب 14، فال pOH تطلع 4. شو ال pH؟ 14 ناقص 4 وتساوي 10. شايفين قد الموضوع سهل؟ انتو بس تدربوا أكتر عليها. آخر جزء من هذا الدرس هو المعايرة أو التيتريشن. المعايرة هو إنه أنا أنزل قاعدة على حمض أو حمض على قاعدة. خلينا ناخد مثال، في عندي هذه البيوريت أو بالعربي اسمها السحاحة، هي زي تيوب كبير كتير دقيق كتير، يعني بحسب بطريقة دقيقة جدا. وفي عنا هون زي بيكر بنحط فيه، أنا رح أحكي لكم، هون رح نحط الحمض وهون رح نحط القاعدة. هلأ بنفع نعكس عادي بصير، بس هذه تعتبر يعني أسهل طريقة إني أحط فوق القاعدة وتحت الحمض. الفكرة إنه إحنا ننزل القاعدة على الحمض لحد ما نوصل لنقطة اسمها نقطة التكافؤ. نقطة التكافؤ هذه يعني إحنا عايرنا حمض وقاعدة، يعني صارت عدد مولات الحمض تساوي عدد مولات القاعدة. طب أنا كيف بدي أعرف إنه صارت عدد المولات متساوية؟ لازم بالحمض نحط كاشف، هذا الكاشف اسمه، واحفظوا لي اسمه، فينول فثالين. هذا فينول فثالين ما بيشتغل مع الحمض، يعني بضل مع الحمض بضل شفاف لونه، ما إله لون، بس لما نحطه مع قاعدة بكون لونه زهري أو لون وردي غامق. طيب تخيلوا احنا هون حطينا فينول فثالين مع الحمض وبلشنا ننزل في القاعدة نقطة 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 نقطة. هلا ال pH بالحمض بدها تنتقل من 1، انا عم بزيد قاعدة 1 2 3 4 لأوصل لسبعة، لسه ما صار اشي 7. هلا بعد 7 بشوي
صارت قاعدية، فاللون هون على طول بتغير للون الزهري الفاتح كتير كتير. لما يكون اللون كتير فاتح خلص أنا بوقف، يعني لازم نوقف التنقيط، لأنه هيك إحنا وصلنا لنقطة التعادل، ما بنفع أزيدها. يعني هيك تقريبا pH 7 أكتر من 7 بشوية مقبولة بتكون. طيب إذا نقطة التكافؤ هي لما تكون pH متعادلة تساوي 7، عدد مولات الحمض تساوي عدد مولات القاعدة. الحمض اللي أنا هون حطيته موجود في بيكر، الحجم لإله معروف والتركيز معروف، وإحنا بنعرف إنه عدد المولات أو المولات شو هي؟ هي عبارة عن التركيز ضرب الحجم تساوي مولات القاعدة، كمان نفس الشيء تركيز ضرب الحجم، بس بالعادة بيكون إشي مش معروف فيهم. يعني ممكن القاعدة أنا الحجم معروف أنا قد إيه نزلت، ممكن التركيز يكون مش معروف، فأنا عن طريق هاي النقطة بقدر أعمل معادلة وأعرفها. بس بدي إياكم تنتبهوا على، قبل ما نحل أسئلة، تنتبهوا على الحجم هون. الحجم لو كان هذا الحجم باللتر فهذا بده يكون باللتر، لو كان هذا بالمليليتر فهذا بالمليليتر. المهم انها تكون نفس الوحدة، هم بيشطبوا بعض بالسؤال. في شغلة تانية مهمة كتير كتير، لو انا استعملت حمض ال HCl مع حمض NaOH بتكون اموري تمام، ما في مشكلة، بس اعمل القاعدة. طب لو انا ما استعملت HCl، لو استعملنا H2SO4 اللي هو حمض الكبريتيك، في تنين هيدروجين، يعني في تنين بروتونات، فمولات الحمض بدها تنضرب في اتنين. وبالنسبة للقاعدة أنا بحسب مولات الـ OH، قديش OH عندي، كم أيون. هون بالـ NaOH عندي أيون OH واحد، بس لو استعملنا إشي مثل هيك ALOH3 3OH، وما استعملت هذا، فمولات القاعدة بدها تنضرب في 3. هذا اللي كتير ركزوا فيه. هلأ رح ناخد أمثلة. طيب احسب حجم محلول HNO3، هاي هذا عنا حمض تعادل مع 20 مليلتر من LOH من القاعدة، حمض قوي قاعدة قوية. كلمة تعادل على السريع تحطوا مولات تساوي مولات، ان تساوي ان، ان حمض تساوي ان قاعدة، يمين شمال زي ما بدكم. خليني هون انا احط حمض وهون قاعدة. طيب مولات الحمض هي التركيز ضرب الحجم تساوي التركيز ضرب الحجم، 1H 1OH، فخلص تمام. نروح على مولات الحمض، احسب حجم محلول الحمض، التركيز لإله 0.4، فهي بحط تحتها 0.4، الحجم مش معروف بخليها V أسهل لإلكم، تساوي تركيز القاعدة هيو 0.2 والحجم 20 مليلتر. انتبهوا يعني هون الجواب حيكون بالمليلتر. خلص هذه ضرب تقسيم 0.4 تقسيم 0.4، بطلع الجواب معنا 10 مليلتر وبس، بهالبساطة. متى بستعمل هذا القانون؟ إذا شفت كلمة تعادل، تعادل يعني صار في تعادل بينهم، أو إذا ما كانت مكتوبة نقطة التعادل ممكن تكون مكتوب الـ end point أو نقطة التكافؤ، نقطة النهاية، عادي إنه هي فكرة. أو ممكن نحط لكم كلمة معايرة، تمت معايرة. المهم تستعملوا هذا القانون. طيب كيف ممكن أعبر عن المعايرة على شكل رسم بياني؟ كيف بدي أرسم هذا الرسم البياني؟ هذا هو منحنى المعايرة بنسميه. هون الحجم، هلأ الحجم بده يكون بالمليليترز ML. هلا انتو كيف بدكم تعرفوا وين بدنا نحط الحمض وين القاعدة؟ حسب المنحنى نفسه. يعني رح اعطيكم مثال، لو انا بلشت من هون pH تقريبا 1 او بين ال 1 وال 2، يعني اكيد انا بلشت بحمض وحمض قوي، يعني ممكن يكون HCl مثلا. هلا لما اعمل معايرة اصير انزل القاعدة ب
بصير ال pH يرتفع 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 ليوصل لعند السبعة، حوالين سبعة بثبت شوي. هذه هي ال equivalence point أو نقطة المعايرة أو نقطة التعادل بسميها. بعدين إذا أنا زدت القاعدة كمان أكتر وأكتر بصير المنحنى يرتفع لل pH تصير تقريبا 14 أو قريبة على 14. هاي النقطة اللي هون هذه بالنص، يعني بتمسكوا من الخط المستقيم بالنص، هي بتكون لما نقطة التعادل، لما الـ pH تساوي 7. لو أنا استعملت الفينول فثالين راح تبين هاي النقطة تقريبا عند 8. هذا إذا أنا استعملت حمض قوي مع قاعدة قوية. طب راح أرسم لكم منحنى تاني لو أنا استعملت حمض ضعيف. كيف بدكم تعرفوا؟ لو استعملت حمض ضعيف ما راح يبلش من 1، راح يبلش تقريبا خلينا نحكي من عند 4 الـ pH. شوفوا كيف بيرتفع المنحنى وبعدين برجع بيرتفع أكتر. فنقطة التعادل هاي ما حتكون 7، حتكون خلينا نحكي تقريبا 10 أو 9 حسب الرسم اللي عنا بالضبط. هذه هي الفكرة. طب إيش بصير لو أنا بدأت في قاعدة ما بدأت في حمض؟ رح أفرجيكم هلأ مثال. خلينا نشيل هذا. هاي هون منحنى ال y axis اللي هو ال pH، وهي هون الحجم. طب لو احنا بدأنا في قاعدة، اكيد القاعدة ال pH لها تقريبا 14 او 13، فحتكون حنبدأ من فوق، من هون بنبلش بصير ينزل واحنا بنضيف الحمض، يعني قاعدة عم نضيف عليها حمض، بنزل 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 نقطة التعادل، وبعدين بصير ينزل اكتر، يعني اكيد احنا بدنا نعكس المنحنى. نقطة التعادل نفس الشيء حتكون 7، فهي حسب احنا بايش بدأنا وبدنا نعاير ايش بايش. يعني هون انا عم بحط قاعد، هون عم البيكر عندي فيه قاعدة وبدي احط عليه حمض. الرسم اللي قبلها العكس، البيكر اللي عندي هو فيه حمض وبدي احط عليه قاعدة. فانتو البداية هي انا بايش بلشت. هلا هذا الاشي كلياته رح يساعدنا في الدرس الثالث.